انضم إلينا من كييف مراسلنا عامر العروقي، من موسكو مفدنا عمر عبد الحميد. سأبدأ بداية مع عامر، مع يعني اشتداد هذه المناوشات الكبيرة وبدء ما يقيل ما قيل بأنه الهجوم المضاد في هذا التوقيت، عامر كيف يبدو الميدان الأوكراني وكيف تبدو الأمور بالنسبة لما يقوله يعني الجانب الأوكراني في تدمير السد؟ نعم ماجد، على ما يبدو بأن الجانب الأوكراني مبدي اهتماما شديدا بما حصل بسد نوفيا كاخوفكا، خاصة وأن نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيليتشوك قالت بأن أوكرانيا أعطت الأولوية القصوى للاستجابة الطارئة وأيضا الإجلاء العاجل للمواطنين في محيط نوفيا كاخوفكا في المنطقة التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية. كذلك أيضا أضاف مسؤول الإدارة العسكرية والمحلية في هذه المدينة بأنه ومنذ ساعات الصباح لهذا اليوم تم إجلاء قرابة 2700 شخص، وأن ما يقارب من 1852 منزلا تم تدميره بشكل كامل جراء هذا الفيضانات. وأيضا تقول أوكرانيا بأنها لديها أدلة دامغة لاتهام روسيا بأنها هي من أقبلت على تفجير هذا السد. في المقابل أيضا كان هنالك تحذيران، الأول من وزارة الدفاع الأوكرانية حذرت من أن هنالك مجموعة من الألغام كانت مزروعة للتصدي للهجمات الروسية أصبحت الآن بعدما غمرتها المياه أصبحت الآن تنساق إلى بيوت المواطنين الأوكرانيين، وقالت في تحذيرها يجب على المواطنين توخي هذا الحذر من مغبة وصول هذه الألغام إلى بيوت المواطنين. كذلك التحذير الثاني كان من وزارة الصحة الأوكرانية حينما منعت اصطياد الأسماك أو أكل السمك في هذه المنطقة في كل من منطقة خرسون وميكولايف وأيضا منطقة نيكابول وزابوروجيا، وقالت بأن بسبب انخفاض منسوب المياه ربما يكون هنالك شيء يدعى طاعون السمك قد يتسبب أو وباء السمك قد يتسبب بحدوث كارثة صحية في هذه المنطقة. على ما يبدو بأن تداعيات هذا الفيضان ما زالت مستمرة، خاصة وأن منسوب المياه قد انخفض في محيط نوفيا كاخوفكا لكنه ارتفع في المناطق في منطقة خرسون التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية بما يقارب من 7 أمتار صباح هذا اليوم. ماجد، دعني أذهب إلى مفدنا عمر عبد الحميد. عمر، بالطبع يعني الجانب الروسي لديه رواية أخرى، يعني جانب آخر من القصة، ويتهم كييف بالقيام بهذا الفعل وتدمير السد. ما الأدلة التي تسوقها موسكو هنا؟ أيضا ما البدائل الموجودة بالنسبة لكثير من المناطق التي تسيطر عليها روسيا بجانب هذا السد؟ نعم ماجد، الأدلة هي تتركز منذ الأمس على مسألة معينة، وهي أن أوكرانيا فشلت في هجومها الموسع الذي قامت به منذ 3 أيام، وبالتالي تريد أن تبرر للغرب الذي يغدق عليها الأموال والأسلحة، تريد أن تبرر ذلك فقامت بضرب السد. هكذا هي الرواية الأولى منذ أن وقع حادث تفجير سد كاخوفكا. وطبعا استمعنا إلى تصريحات وتابعنا تصريحات ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الذي ركز على هذه النقطة تحديدا، على نقطة أن أوكرانيا كان لابد لها أن تبرر الأسلحة والأموال التي تستلمها من الغرب. ميدفيديف قال أيضا أن خيبة أمل الغرب في القيادة الأوكرانية قد تكلف زيلينسكي ليس فقط منصبه في الرئاسة ولكن تكلفه حياته أيضا، هكذا قال ميدفيديف. وأضاف بأن أوكرانيا والغرب يريدون أن يمحوا روسيا من على الوجود، فلا بد أن ترد روسيا ولا بد أن
أن تقوم بالهجوم على أوكرانيا بعد أن تصد هجومها الحالي لتمحو النظام الأوكراني من كييف. كما قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي، قال بأن لدينا ميزة كبيرة وهي ميزة الطيران والصواريخ والمدفعية الثقيلة التي تؤهل روسيا لتحقيق النصر في هذا المجال. دعني أتحول إلى أيضا الأمور الإنسانية والنقاط الإنسانية، كما يعني أشار زميلي عامر من ناحية أوكرانيا. من ناحية روسيا أيضا هناك أنباء عن أن 100 شخص على الأقل في نوفا كاخوفكا عالقون في المدينة ينتظرون الإجلاء. مسؤول محلي كبير في المدينة قال بأن مسيرة أوكرانية استهدفت المدينة أثناء عملية الإجلاء. وطبعا القضايا وقضايا انتشار الأمراض والخوف من انتشار العدوى بعد هذا الفيضان الهائل هي قضية تؤرق المسؤولين الروس في تلك المنطقة، وهذا ما دعاهم إلى إعلان حالة الطوارئ. بالتأكيد يعني هذه الأمور كلها تسير بشكل متوازي مع التصعيد الحادث في على أكثر من جبهة ماجد، تطورات يعني متلاحقة منذ الأمس، والرواية الروسية لا تزال على حالها. الرواية الروسية تقول بأن أوكرانيا هي المستفيدة من تفجير السد لكي تبرر للغرب ما أغدق عليها من أموال ومن سلاح. أشكرك من موسكو مفدنا عمر عبد الحميد، أيضا من كييف مراسلنا عامر العروقي، شكرا جزيلا لكما.